المعادلة محروف والجو الخطير والرمز للحيوان والعبرة للإنسان والعبرة للإنسان. يعجبني في قصصك أيها الفيلسوف بيدبة شخصية أسد الغابة، فهو عاقل وحكيم. بالفعل يا مولاي، فهو حاكم عادل يحافظ على رعاياه ويسعى دائما للحفاظ على الغابة وكل من فيها، لذلك فهو دائما يجتمع بأهلها يتباحثون ويتشاورون، ولا يقر أمرا إلا بعد مشاورة الآخرين، وهذا ما سنراه يفعله مع الفيل عندما أراد أن ينتقم لنفسه من الأرانب التي أوقعته في الفخ. ألا تذكر يا سيد الغابة يوم أراد الفيل تنصيب نفسه حاكما على الغابة بدلا منك؟ نعم، وقد قبضت عليه يومئذ، وكان المفروض أن أقتله في الحال، غير أنني خشيت أن يقال عني أنني أقتل رعيتي، فاكتفيت بمقابلته، فلما أقر بذنبه وندم عفوت عنه، ليعرف كل سكان الغابة أن العفو عند المقدرة. عدوك يا سيد الغابة اليوم هو عدوك مدى الحياة، فلا تأمل لعدو ينافقك ويتودد إليك من أجل أن يتمكن منك ويقضي عليك إذا استطاع على قدر الله. لقد أدخلت الشك في قلبي أيها الثعلب، ولا أحسبك من المخادعين. لا يا سيد الغابة، لا 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 تستمع إلى كلام هذا الشرير، فإن الخونة من الرعية يزينون للحكيم أفعال الشر ليكونوا مكروهين من الرعية، ولا بقاء لحاكم يكرهه الشعب. صدقت أيتها الحمامة العاقلة، وإن حديثك هذا أزال من قلبي الشك والحيرة. أما أنت أيها الثعلب الماكر، فاعرف عن وجهي، فإنني لا أحب أن يغتاب أحدا أمامي. يا سيد الغابة. نعم أيها الطبيب. أخبرني، هل طابت جروحك أم لا زالت على حالها؟ طاب بعضها ولم يطب البعض الآخر. من أجل ذلك جئت إليك يا سيدي، وسأداوي لك هذه الجروح في الحال، فقد تعال معي. إلى أين أيها الطبيب؟ إلى شاطئ الجدول في شرق الغابة، هيا بنا. وما الذي سنصنع عند شاطئ الجدول يا ميمون؟ ستعرف ذلك في حيني، تفضل. هيا أيها الفيل العظيم، فقد مهدنا لك الطريق. يجب عليك أيها الفيل أن تدوس بأقدامك الثقيلة كل جحور الأرانب الموجودة في هذا الوادي حتى يكون عقابا لهم، فقد كانوا يريدون التخلص منك. تعال معي يا شطربة، وأنت أيها الجمل، وهيا بنا ندوس جحور الأرانب جميعا، هيا بنا. ولكن أيها الفيل. نعم يا كليلة، تكلم. هل تقبل نصيحتي؟ هات ما عندك يا كليلة، ما هي نصيحتك؟ أخبرني. إذا دعتك قدرتك على ظلم العباد فتذكر قدرة الله عليك. ولكن الأرانب أذتني، ولا بد من البطش بها جميعا. ولكن لو أن كل مظلوم ينتقم لنفسه ممن ظلمه لما بقي على ظهر الأرض من دابة حتى الآن. وأنا من رأيي أن ترفع إلى الأسد رغبتك في هدم جحور الأرانب حتى لا تكون مسؤولا عن ذلك. وأسد الغابة لا يحب الظالمين، فهيا بنا إليه لنعرض عليه هذه القضية.
سيدي جميع الجروح بالطين. بعد 3 أيام تكون قد شفيت هذه الجروح تماما. وهل الطين علاج للجروح؟ بالطبع، فإنه يحفظ الجرح من الهواء والذباب وسائر الحشرات فيلتئم بسرعة. وقديما قالوا الوقاية خير من العلاج. الوقاية من البداية هي خير من العلاج، والدواء للمريض كالوقود للسراج. واعلم أن ثوب العافية يا صديقي خير تاج. السلام والتحية على أسد الغابة. وعليكم السلام يا دمنة، وعلى أي شيء هكذا يا ترى تجتمعون؟ الأرانب يا سيدي أرادت أن تتخلص من الفيل، فأوقعته في حفرة عميقة حفروها له وكاد أن يموت. لولا أنني فكرت له في طريقة للخلاص من هذا المأزق، وها هو الآن بين يديك معافا من كل سوء. يا خبيث، ألم تكن أنت يا دمنة الذي أوقعته في هذا؟ وماذا تريد مني أيها الفيل؟ يا أسد الغابة، أريد أن توافقني على هدم بيوت الأرانب عليها، فإن ما صنعوه معي من الممكن أن يصنعوه مع غيري من الرعاية. إلي بكبير الأرانب. نعم يا سيدي، أنا كبير الأرانب. لماذا أردتم الخلاص من الفيل بغير ذنب؟ أنت يا سيدي المسؤول عن ذلك. أنا المسؤول عن ذلك أيها الأرنب؟ نعم، أليس من واجبك أن تحمي الضعفاء من الأقوياء؟ بلى. فلماذا لم تفعل وتركت رعاياك الأقوياء يأكلون أقوتنا ويهدمون بيوتنا ويعيثون فسادا في أرضنا؟ لماذا لم تمنعهم؟ أنا لا علم لي بهذا أيها الأرنب. وكيف تكون حاكما علينا ولا علم لك بأحوال رعاياك؟ هذا الأرنب قليل الحياة، كيف تتركه يتطاول عليك هكذا؟ كيف؟ دعني أقوله انتقاما منه لسيد الأسد. لا أيها الثعلب الماكر، إنه يقول كلمة حق، وكان علينا فعلا أن نعمل على حماية الصغار من بطش الكبار. لكن القضية يا أسد الغابة هي اعتداء الأرانب على الفيل، فقد نصبوا له فخا أوقعوه فيه وكادوا يقضون عليه لولا أننا أنقذناه. وكان أجدر بالأرانب أن تشتكي إليكم من الفيل قبل أن يحاولوا قتله. فالقضية أولا هي قضية اعتداء جماعة على فرد، ويجب أن ننصف المظلوم من الظالم. هذه هي القضية. ما أخبثك يا دمنة وما أعظم دهاءك ومكرك، إنك لقادر على أن تجعل الحق باطلا والباطل حقا ما دام هذا في صالحك أنت. وكيف يكون ذلك يا كليلة؟ إن الأرانب البريئة كانت تعيش في أمن وأمان، فجاء الفيل فواطئ أرضها باحثا عن طعام دون قصد منه، ولولا تشجيعك أنت لهم على قتل الفيل ما فعلوا ذلك، فكيف تجرؤ الآن على قول غير الحق؟ لقد سمعنا مقالاتك يا دمنة وأنت يا كليلة، فما رأي الآخرين؟ تكلم يا شطربة. من رأيي يا سيدي أن نعزل الأرانب في واد بعيد عن الغابة، وأن يكون الصغار في جهة والكبار في جهة أخرى، فلا يحقد أحد على أحد ولا يشغل الأسد بمثل هذه المسائل. بئس الرأي رأيك يا شطربة، فإن التفرقة ليست من العدالة في شيء، وهذا أمر لا نجيزه. وأنت أيها النمر، ما رأيك؟ نحن لا يمكن أن نستغني عن الأرانب أبدا، فما أشهى لحومها وألذ طعامها. كنت أحسب أن لك رأيا أيها المتوحش الشرس، وأنت أيها الجمل الطيب، ما رأيك؟ بالحقيقة يا سيدي،
أن من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، وأنا والثور والفيل أتلفنا أرض الأرانب وأكلنا عشبها وأصبناها بأضرار جسيمة، وكان ذلك بدون قصد، فقد كنا نبحث عن طعامنا، وبالرغم من ذلك فعلينا نحن الثلاثة إصلاح ما أفسدناه. وأعتقد أن هذا الرأي هو الأقرب إلى العدل والإنصاف. بل هو العدل كله أيها الجمل الطيب. فلنذهب من الآن نجمع للأرانب العشب الأخضر ونعتذر لها عما حدث، ونعيش كلنا في محبة وأخوة وسلام. للحيوان والعبرة للإنسان.